هي أعلى من جبال الهيمالايا، لأن النادي الأهلي تاريخه وسلسلة جباله زي ما أسامة بيقول ارتفاعها مش ثابت، هي الجبال اللي بترتفع مع كل بطولة عشان تكشف عن الأهلي القمة اللي قلنا لكم عليه في البداية، وسيظل النادي الأهلي في القمة يا أسامة. وعشان يظل النادي الأهلي في القمة احنا مقبلين على مباراة هامة جدا في كأس السوبر، اللي هو تتويج لموسم كان السوبر فيه متأخر، والبعض بيتكلم عن توقيت مباراة السوبر وكأن النادي الأهلي في حاجة إلى بطولة في العالم كله. يا جماعة مباراة السوبر هي افتتاح الموسم، وده اللي مفترض يكون عليه الدوري. أرسل النادي الأهلي أسامة خطاب لاتحاد الكرة طلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، ده واحد، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهم ضمن فريقه السابق. وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية. النادي الأهلي كان تعاقد مع حسام حسن، لويس ميكيسوني، بيرسي تاو، كريم فؤاد، واحمد عبد القادر رجع، وعمار حمدي بعد انتهاء الاعاره. طبعا المباراه منتظره ما بين الاهلي وطلائع الجيش في 7 مساء الثلاثاء الموجود باذن الله، وده تدريب النادي الاهلي النهارده في معسكرهم في اسكندريه. كل التوفيق للنادي الاهلي لحسم بطوله السوبر رقم 12 في تاريخه. انتوا عارفين اي بطوله بفضل الله النادي الاهلي مشارك فيها هو الرقم القياسي للنادي الاهلي، بيكون مسجل دايما باسمه. والحقيقه يعني حسنا فعل النادي الاهلي مع مجلس اداره اتحاد كره القدم، لان احنا دايما يعني بنشوف مشاكل كبيره جدا على عكس كل دول العالم في فكره الفريق اللاعب ده عنده انذار ولا ما عندوش انذار، الانذارات بتاعه الموسم ده بتنتهي بنهايه الكاس ولا بتنتهي بنهايه مسابقه الدوري، يمكن كمان فكره القيد بتاع اللاعبين وهل النادي الاهلي من حقه مشاركه اللاعبين او الصفقات الجديده ولا لا. ورغم اننا متاكدين ان الموسم بينتهي مع فتح باب القيد، وبالتالي قيد النادي الاهلي للاعبيه الجدد او للصفقات الجديده هو قيد قانوني، وبالتالي النادي الاهلي يحق له مشاركه الصفقات الجديده. والجميل في الامر ان النادي الاهلي هو النادي اللي دايما بيكون عنده سهوله ويسر في فكره قيد لاعبيه الجداد، لان دايما سداده لالتزاماته مع اتحاد الكره دايما واضحه. لما اتاخرت فتره، جينا في فتره يناير او في شهر يناير، اتحاد الكره وقف لنا على 8 مليون جنيه عشان نسجل كهرباء. قائمه النادي الاهلي تبعا لما اعلنه بيتسو موسيماني في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، خط الدفاع محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، وايمن اشرف، والوافد الجديد كريم فؤاد، وعلي معلول، ومحمد هاني، واكرم توفيق، خط الوسط اليو ديانج، عمرو السليه، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود كهربا، حمدي فتحي، وقفشه، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، ولويس ميكسوني، خط الهجوم صلاح محسن، ومحمد شريف، وحسام حسن. كل جماهير النادي الاهلي بالتاكيد ورا فريق النادي الاهلي لتحقيق بطوله السوبر، السوبر اللي اتغير له مواعيد كتير جدا، كان المفترض ان هو يكون في 1/7 طبعا لما اعلن من قبل من اتحاد كرة القدم المصري، ولكن الحقيقة خدنا على التغيرات دي كتير جدا واستقرينا أخيرا على بطولة السوبر يوم الثلاثاء 21 سبتمبر. نتمنى يكون شهر سبتمبر شهر الفأل الحسن للنادي الأهلي، لأن آخر بطولة سوبر لعبها النادي الأهلي في سبتمبر كانت 20 سبتمبر 2019 في برج العرب أمام نادي الزمالك، وقدر يفوز النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين، ودي كانت أول مباراة محلية يقودها رينيه فايلر. كل التوفيق للنادي الأهلي، مباراة صعبة وصعبة جدا، وطلائع الجيش في نهائي الكاس وصل معانا ركلات الترجيح، وفي الدوري قدر يتعادل مع النادي الأهلي، فنتمنى الجدية المعتادة عن النادي الأهلي لتحقيق لقب بطولة السوبر إن شاء الله. قائمة الأهلي في السوبر بتستوقفني أن فيها تنوع كبير جدا، وده يمكن اللي حرص عليه الجهاز الفني أنه يكون عنده التنوع ده. يمكن بنشوف في مركز الباك اليمين عندنا هاني، كريم فؤاد، أكرم توفيق ممكن يلعب، الظهير الأيسر عندنا علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد، وحتى في الجزء الهجومي بقى عندنا عمار وأحمد عبد القادر وعم كسوني، بيرسي تاو لما يرجع،
والموجودين زي حسين الشحات وغيرهم من اللاعبين. حتى مركز الهجوم بقى عندك صلاح محسن، حسام حسن، محمد شريف، الثلاث لاعبين بشكل مختلف وأدوار مختلفة، وكنت سعيد جدا ان انا بشوف التنوع ده. ولكن النادي الاهلي على معاد في دور ال 32 في دوري الابطال مع نادي جندارميري ناشونال من النيجر، هيكون التوقيت بتاع مباراة الذهاب في النيجر احد ايام 15 ل 16 اكتوبر، والعودة هتكون في القاهرة من 22 ل 23 اكتوبر. الفريق بتاع النيجر صعد على حساب الفريق البوروندي.